مساء الخير عليكم في فيديو جديد النهاردة من الماركت البرازيلي. هاخدكم معايا جولة تشوفوا أسعار الألبان هنا والجبن في الماركت البرازيلي النهاردة. مساء الخير عليكم. هنا في ماركة اسمها بولونجي، دي قطعة سعرها 42 ريال برازيلي، حجمها 282 جرام. تمام. في ماركة تانية اسمها كواليتا، دي قطعة سعرها 39 ريال برازيلي، وزنها 318 جرام. زي ما احنا شايفين كده في السوق كل شيء عليه سعره في الماركت البرازيلي. بحاول دايما ان انا اوريكم معايا من خلال البث والفيديوهات اللحمة والجبن واسعار المنتجات في الماركت البرازيلي. دي جبنة اسمها كورو زيرو، دي قطعة، دي جبنة الخرفان، دي سعرها 132 جرام، سعرها 11 ريال برازيلي. جميع أنواع الجبن في الماركت البرازيلي، دي الجبنة اللي بيطلقوا عليها الجبنة المعفنة، ماركة اسمها توريس، دي قطعة 380 جرام سعرها 25 ريال برازيلي. وقلنا لو حابب تحسب العملة البرازيل لكل 6 ريال برازيلي بيكونوا 1 دولار. زي ما احنا شايفين كده انواع، جميع انواع الاجبان في الماركت النهارده، بحاول اوريها لكم من خلال الفيديو النهارده. دي ماركه تانية اسمها كروزيلا، دي عبوه 178 جرام سعرها 12 ريال برازيلي. موجود كل انواع الجبن هنا في السوق. جبنة تانية اسمها سيارا دومنتيرا، دي 500 جرام سعرها 50 ريال برازيلي. في الكيجو ميناس هنا المشهور في البرازيل، ده عبوة نص كيلو سعرها 42 ريال برازيلي. بحاول دايما ان انا اديكم فكرة عن اسعار الاجبان واللحوم في الماركت البرازيلي زي ما احنا شايفين مع بعض من خلال البث. تحياتي لكم، ويا ريت اكون دايما بقدم لكم الاسعار على في الفيديوهات، بحيث انكم تعرفوا اسعار بعض الدول والحياة المختلفة في البرازيل. اهلا وسهلا بكم، يا ريت فضلا وليس امرا، اللي ناسيني ومش عامل لي فولو ومتابعة يعمل لي متابعة، واللي حابب يعمل لايك وشير للفيديو اكون سعيد جدا. جميع الانواع زي ما احنا شايفين مع بعض. وبكده اخواتي واحبابي اكون قدمت لكم فكره بسيطه عن اسعار الجبن في السوق البرازيلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.